التعاون بين روسيا ومنظمة جامعة الدول العربية، العلاقات فيما بيننا مبنية على مذكرة عمرها 20 عام في العام القادم، وسوف تكون هذه ذكرى هامة نحتفل بها، واليوم مع الأمين العام للجامعة اتفقنا على أن نبني على ما حققناه الآن وأن نحدد خطط إضافية يمكن من خلالها أن نعزز العلاقات فيما بيننا في المجالات المختلفة، الثقافة، التعليم، الاستثمار، وبالطبع التعاون فيما يتعلق بالمسائل الدولية. هذه سوف تكون إحدى المهام المهمة في منتدى التعاون العربي الروسي، والذي اجتمع بالفعل 5 مرات حتى الآن، ونحن نخطط لكي نعقد الاجتماع السادس في وقت ما قريبا. أنا ممتن لاهتمام جامعة الدول العربية بالوضع في أوكرانيا وحولها، ونحن نقدر الموقف المتوازن والعادل والمسؤول الذي اتخذته الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. ونحن في شهر أبريل قد تلقينا مجموعة الاتصال من جامعة الدول العربية، وكان نقاشاً مفيداً للغاية، سمح لنا بأن نطرح الأسئلة ونعطي الإجابات، ونحن منفتحون للغاية على الاستمرار في هذا الحوار مع الأصدقاء في جامعة الدول العربية وأجزاء أخرى من العالم، فليس لدينا ما نخفيه. نحن قد فسرنا الأسباب لماذا بدأنا هذه العمليات العسكرية. الأسباب هي سنوات طويلة من الإهمال، كما أظهرنا إهمال المخاوف المشروعة لروسيا بشأن أمنها، بدأ بالتوسع في حلف الناتو بحيث يقترب أكثر وأكثر من حدودنا، على الرغم من العودة التي تم تقديمها للاتحاد السوفيتي قبل تفككه، وبالطبع حشد الدول التي كانت أعضاء سابقة في الاتحاد السوفيتي من بينها أوكرانيا لكي تنضم إلى الناتو. أوكرانيا قد تم اختيارها كي تكون ضد روسيا، كما نقول لقد تم ملأها بالأسلحة، سواء أسلحة بحرية أو أسلحة أخرى، ومن المخطط كذلك إنشاء بعض القواعد العسكرية في أوكرانيا. ومنظمي الانقلاب غير المشروع في عام 2015 و14 لم يلتزموا بأي من الوعود تم تقديمها. الغرب قد دعم هذا الانقلاب، بينما قادة الانقلاب بشكل مباشر بعدما تولوا السلطة قاموا بإعلان نواياهم لإلغاء وضعية اللغة الروسية في أوكرانيا، وأعلنوا كذلك نواياهم للقضاء على الوجود الروسي في أوكرانيا والقرم، ولقد قاموا كذلك بالكثير من الإجراءات، وكان هناك استفتاء قد تم القيام به بشأن الاستقلال، وبعد ذلك هم قرروا الانضمام إلى روسيا. وفي شرق أوكرانيا لم يقبلوا كذلك هذا الانقلاب، وقالوا نحن لا يمكن أن نقبل هذه السلطة غير المشروعة التي أخذتموها، على الرغم من اتفاق بشأن التسوية وبأن إجراء انتخابات مبكرة، وأنتم لم تنتظروا العملية الديمقراطية وقمتوا بهذا الانقلاب. وقاد هذا الانقلاب عندما أخذوا السلطة قد خرقوا وانتهكوا الاتفاقات. أولها كان أن يكون هناك حكومة للوحدة الوطنية وأن يقوموا بإعداد الانتخابات الوطنية، وعندما قاموا بالترتيب لهذا الانقلاب ذهبوا إلى الميدان بكل هؤلاء المتظاهرين، وبفخر أعلنوا أنهم يجب أن يتم تهنئتهم لأنهم خلقوا حكومة الفائزين، مما يعني أن الجزء الآخر من أوكرانيا الذي لا يدعمهم كان من المفترض أن يكون هو الخاسر. لا أعتقد أن هذا هو الأسلوب الملائم لتحقيق السلام الوطني والمصالحة الوطنية، وأنتم بلدانكم تعرف أفضل من البلدان الأخرى ما هو ثمن وضع الخاسر والفائز هذا عندما يتعلق الأمر ببناء الإجماع الوطني. وفي وقت لاحق
تلك الأراضي الأوكرانية التي لم تقبل هذا الانقلاب وتركتهم وأرادت أن يتركوها وحدها لم يتمكنوا من أن يكونوا جزءا من أوكرانيا، وقالوا عنهم أنهم إرهابيين وهم لا يريدون أن يكونوا جزء من الحكومة القانونية والمشروع. وبعد ذلك بدأوا عملية لمكافحة الإرهابيين وقاموا بقصف المدن بالمدفعية وبالهجمات الجوية، وبهذه الطريقة بدأت الحرب في أوكرانيا وتمكننا من إيقافها بعد عام في فبراير من عام 2015 عندما تم توقيع اتفاق مينسك، والذي حافظ على أوكرانيا كدولة واحدة تتمتع بالسيادة وسلامة أراضيها ووضعية خاصة ممنوحة لهاتين الجمهوريتين، وهذا تم الاتفاق عليه، وألا يقرر الاستمرار في دعم الاستقلال ولكن يكون جزء من أوكرانيا. اللغة الروسية التي تتفق بشكل كامل مع الكثير من الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بلغة الأقليات واللغة المحلية كان يجب أن يتم احترامها، وللأسف أصبح يتم تعيين القضاة والمدعين بطريقة خاصة بهم، وكذلك أصبح هناك اختلاف في الوضع الاقتصادي بين هذه الدولة وبين الاتحاد السوفيتي، شيء مثل صربيا والبوسنة التي كان هناك صربيا ووعود تم تقديمها للصربيين في كوسوفو، والاتفاقية قام التوصل إليها في عام 2013 بمساعدة الاتحاد الأوروبي ولم يتم تنفيذ هذا الاتفاق للأسف، وهذا أمر مخزي للاتحاد الأوروبي. وأصبح هذا هو الأمر في أوكرانيا، وتم التفاوض كذلك مع قادة الاتحاد الأوروبي ألمانيا وفرنسا بشأن الوضع في أوكرانيا. ومثل حالة كوسوفو الاتحاد الأوروبي فشل بشكل كامل في تحقيق ما تم ضمانه من قبل التوقيعات التي تم الحصول عليها. اتفاقية مينسك قد تم إضعافها من على مدار 7 سنوات، وفي ذلك الوقت بدلا من استئناف العلاقات الاقتصادية مع تلك الأراضي وتلك البلدان كان هناك جمود اقتصادي وجمود في التحرك والتنقل، وبدلا من التواصل معهم لإجراء حوار كما تقول اتفاقية مينسك والتي يدعمها مجلس الأمن في الأمم المتحدة، بدلا من الحوار المباشر رفضوا الالتقاء وقالوا أن كل شيء يجب أن يتم اتخاذ قراره من قبل روسيا، وهذا غير مذكور في اتفاقية مينسك على الإطلاق. ولكن الطلب من هذا النظام للتحدث مع تلك الأراضي على وجه التحديد قد تكرر عدة مرات، ولذلك كان واضحا أن ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام لا يريدون وغير مستعدون للإصرار على ضمان تحقيق هذا الأمر. وفي الواقع السيد الذي قام بالتوقيع على اتفاقية مينسك بنيابة عن أوكرانيا وبعد ذلك رئيس باراشينشكو منذ أسبوعين قال: عندما قمت بالتوقيع على هذه الاتفاقية لم أكن أنوي تنفيذها، أنا قمت بالتوقيع فقط لكي أكسب المزيد من الوقت لكي أحصل على المزيد من الأسلحة من الغرب. وقال: نحن نجحنا في هذا الغرض، ولذلك اتفاقية مينسك قد حققت دورها بتحقيق هذا الأمر. هذا أمر مثير للسخرية ولكن للأسف هو واقعي. في هذه العملية بشكل متكرر لفتنا انتباه الزملاء من الغرب إلى أخطار تلك التطورات الخطيرة التي تدور في أوكرانيا وحولها، خاصة عندما تم اكتذاب أوكرانيا تجاه حلف شمال الأطلسي بدءا من عام 2009. كانت هناك اتفاقية كانت سوف تقوم بشيء بسيط للغاية، وهي أنها سوف تضع قواعد بالتزام سياسي تم تعزيزه في قمم منظمة التعاون والأمن في أوروبا عدة مرات. الاجتماع الأخير كان في عام 2010 في كازاخستان. كان الالتزام هو دعم
التعاون والتمسك بمبدأ الأمن المتساوي وغير قابل للتقسيم، والذي كان يقول أن أي دولة تستطيع أن تختار التحالف الذي تنضم إليه، ولكن أثناء قيامها بذلك لا تستطيع أي دولة أن تزيد من أمنها على حساب أمن الآخرين، وليس هناك أي منظمة في أوروبا يمكن أن تسيطر على أجندة الأمن. الناتو كان يفعل هذا على وجه التحديد من خلال التوسع والإصرار على أن لديه الحق في أن يقرر من الذي سوف ينضم إليه بغض النظر عن مصلحة روسيا والدول الأخرى. لذلك اقترحنا منذ هذا الالتزام السياسي الذي فشل اتفاقية سوف تضع قواعد لهذا الاتفاق وتجعله ملزما قانونيا، وقيل لنا لا سبيل لتنفيذ ذلك. ضمانات الأمن القانونية يمكن أن يتم صياغتها فقط في إطار الناتو، وهذا انتهاك لهذا المبدأ أن دولة لا تستطيع أن تسيطر هي على الأمن في المنطقة. وبعد ذلك في ديسمبر من العام الماضي مرة أخرى قمنا بتحديث المقاربة للتعامل مع هذه المسألة، وقمنا بتقديم اتفاقية للأمن في الأمم المتحدة مجلس الأمن، وكذلك قدمنا واحدة أخرى للناتو ومرة أخرى تم رفضهما. وقالوا ربما نستطيع أن نفكر في أن نضع بعض الأسلحة الخطيرة على الأراضي الأوكرانية، ولكن فيما يتعلق بالعضوية في الناتو هذا أمر لا يعنيكم بشيء، وأننا سوف نتفق مع أوكرانيا دون أن نأخذ رأيكم ودون أن نأخذ في اعتبارنا أي مخاوف موجودة لديكم. وفي هذه الأثناء استمر القصف لتلك الأراضي والتي كان يجب أن يتم وضعية خاصة وفقا لاتفاقية مينسك، والأسلحة استمرت للأسف في الدخول إلى أوكرانيا. وعندئذ فهمنا أنه لن يكون هناك أي تنفيذ لقرار مجلس الأمن بشأن اتفاقية مينسك، وعندئذ أدركنا كذلك أن الحكومة الأوكرانية من الواضح أنها تنفذ الخطة باء، وعندئذ لم يكن لدينا أي اختيار آخر سوى أن نعلن استقلال هاتين الجمهوريتين ونوقع معهما اتفاقات تعاون وأن نقدم مساعدة عسكرية لهما لحماية شعوبهما من أي انتهاكات وهجمات. العملية قد تطورت في الفترة ما بعد الانقلاب بطريقة محددة للغاية وبشكل مستمر. النظام للرئيس باراشينكا مثل نظام الرئيس زيلينسكي السابق قام بتبني قانون تلو الآخر يحظر استخدام اللغة الروسية في التعليم وفي الإعلام وكذلك حظرها في الحياة العادية، وأدخلوا كذلك عقوبات إدارية لهؤلاء الذين قد يستخدموا اللغة الروسية عند دخولهم لمكتب في الحكومة المحلية أو حتى متجر. وفي نفس الوقت تم إصدار تشريع لتشجيع ممارسات النازيين الجدد، وهؤلاء الذين وجدوا أنهم مذنبين والذين تعاونوا مع هتلر خدموا في الكثير من المناطق. هؤلاء الذين كانوا مذنبين بقتل روسيين ويهود ومواطنين من بولندا وجنسيات أخرى تم إعلانهم على أنهم أبطال وطنيين أوكرانيين، وكان هذا مؤشرا آخرا على أن النظام يسير في طريق العنصرية ومعاداة روسيا والعدائية، وكذلك في اتجاه النازية الجديدة. ولقد لفتنا انتباه الزملاء من الغرب إلى هذه الحقائق على مدار هذه السنوات السبع الماضية، بما أن اتفاقية مينسك لم يتم تنفيذها، وكذلك الثقافة الروسية قد بدأت تتآكل من الحياة في أوكرانيا، ولقد وجدنا تجاهل من الغرب بشكل كامل لمصلحة الروسيين الموجودين في أوكرانيا، وكذلك
تجاهل الغرب مصلحة المتحدثين باللغة الروسية في لاتفيا وإستونيا ومناطق أخرى من الاتحاد الأوروبي. لذا أعلننا عن هذه العمليات العسكرية الخاصة، ونحن مصممون على أن نساعد الناس في شرق أوكرانيا كي يحرروا أنفسهم من عبء هذا النظام غير المقبول، وكي يتمكنوا من أن يستخدموا بحرية لغتهم وأن يمارسوا دينهم، ثقافتهم، تقاليدهم وقيمهم الأسرية. وهذا على وجه التحديد هو ما يتمناه من يعيشون هناك، ونحن في حاجة فقط إلى أن نزور تلك الأراضي لكي نرى ما هي مشاعرهم في تلك المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية. ونحن قمنا بدعوة كل الصحفيين الأجانب لكي يزوروا هذه المناطق ويطلعوا على ما يحدث هناك بأنفسهم لكي يعرفوا الحقائق، ولم يكونوا متحمسين. وسائل الإعلام الرئيسية الكبرى لم تتحمس لذلك، والبعض اعترف لنا بشكل خاص أن حكوماتهم منعتهم من التوجه إلى تلك الأراضي. العمليات مستمرة، ونحن لا نغلق باب المفاوضات على الرغم من ذلك. بعد بضعة أيام من بدء العمليات، الحكومة الأوكرانية طلبت المفاوضات ووافقنا عليها، وعلى مدار شهر كاملا عقدنا الكثير من الاجتماعات والتي لم تؤدي إلى أي نتائج، لأن الوفد الأوكراني لم يتمكن من أن يثبت موقفه. وفي نهاية مارس في إسطنبول قاموا بتقديم ورقة تحتوي على المبادئ التي أرادوا أن يقوموا بالتسوية بناء عليها، وقمنا بدعم هذه الورقة دون أي اعتراضات، واقترحنا أن نضع تلك الأفكار في صيغة اتفاقية وأن نقترح هذه المسودة على الأوكرانيين في منتصف أبريل. ومنذ ذلك الوقت لم نسمع أي شيء منهم، وما سمعناه علانية هو بيانات من قبل الرئيس زيلينسكي ومستشاريه الكثر المتعددين الذين قالوا لا نستطيع أن نتفاوض سوى بعد هزيمة روسيا استرداد كل أراضينا. وفي هذه العملية هم قاموا بقصف تلك الأراضي والمناطق السكنية، المدارس، الحضانات. قاموا بقصف الناس الذين يؤمنوا بأنهم يجب أن يعودوا تحت حكومتهم مرة أخرى. وبالطبع هناك كثير من العمليات العسكرية التي طبقوها باستخدام الدروع البشرية واستخدام الأسلحة الثقيلة وتواجدها في المستشفيات والمدارس والمناطق المدنية. لذا مرة أخرى عدنا إلى المفاوضات. منذ منتصف أبريل لم نسمع أي شيء منهم أو أي استجابة لمسودة الاتفاقية التي تم صياغتها بناء على الاقتراحات والمبادئ التي قدموها هم بأنفسهم. والبيانات من الغرب كانت عدائية للغاية، والغرب يقول أن أوكرانيا لا يجب أن تبدأ المفاوضات حتى يتم هزيمة روسيا في أرض المعركة. هذه مقولة رسمية تم تكرارها من قبل بروكسل، لندن، برلين، واشنطن، وكذلك بعض العواصم الغربية الأخرى. ما الذي يعني هذا في هذه المرحلة على وجه التحديد؟ يعني هذا أننا لا نستطيع أن ننتظر للأبد، لا نستطيع أن نقف لنشاهد كيف يعاني الناس تحت مظلة هذا النظام. لا نستطيع أن نقف متفرجين بينما هناك جهود مستمرة لاستخدام أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، بينما القوات الروسية اتخذت بعض المواضع في أوكرانيا. اكتشفنا العشرات من المعامل التي يتم إجراء الأبحاث والأنشطة البيولوجية بها،
تجارب باستخدام ممرضات خطيرة للغاية، وهذا مؤشر على أن هذه لم تكن تجارب علمية فقط، ولكن كان هدفها هو تصنيع سلاح بيولوجي. لقد بدأنا هذه العملية تحت ظل اتفاقية السلاح البيولوجي المادة رقم 4 و5، وبدأنا التحقيقات في هذا الإطار، ونحن مصرون على الشفافية في كل شيء تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في مجال الأنشطة البيولوجية العسكرية، لأنها لديهم المئات من المعامل الموجودة في كل أنحاء العالم، بما في ذلك وسط آسيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وهذا تطور خطير للغاية. ومؤشر آخر كذلك يجدر ذكره هو عندما أخذت القوات الروسية بعض السجناء من الجنود الأوكرانيين ومن الكتائب الأوكرانية، رأينا ما الذي يفعلونه. كلهم لديهم وشم به علامات ترجع إلى هتلر النازية الجديدة، والمقر الذي أخذته قوتنا بعد فرار القوات الأوكرانية منه وجدناه ممتلئ بمواد ترويجية تروج للنازية، وهؤلاء الذين كانوا يدعمون النازية. لذا هذا التثقيف للمواطنين وللعامة بشأن النازية أمر متأصل في الحياة اليومية الأوكرانية، وجدنا أنهم كذلك يدعمون الأشخاص الذين صدرت أحكام ضدهم من محكمة نورنبرغ. والشعب الأوكراني نعتقد أنه يستحق أفضل من هذا. تاريخ أوكرانيا قد تدمر أمام أعيننا، ونحن نشعر بالحزن تجاه هؤلاء الذين خضعوا لما يقوم به النظام من دعاية وحلفائه الغربيين، بحيث يتأكدوا من أوكرانيا سوف تصبح عدواً لروسيا، وهذا الأمر لن يستمر، هذا لن ينجح. روسيا وأوكرانيا والشعب الروسي والأوكراني سوف يستمران في العيش معا. سوف نساعد بطبع الشعب الأوكراني على التخلص من هذا النظام المعادي لشعبه والمعادي للتاريخ، فهم في الجانب الخاطئ من التاريخ، هم في جانب التاريخ الذي تم إصدار أحكام ضده في محكمة نورنبرغ، و لإحياء هؤلاء المجرمين والممارسات الإجرامية التي مارسها هتلر وإعادة استخدامها في العالم الحديث، أمر بالطبع سيفشل، ليس لدي أي شك في هذا. بعدما أوضحت كل ذلك مرة أخرى أود أن أذكر النقاشات بشأن هذه المسألة مع الأصدقاء العرب والأصدقاء في مناطق أخرى من العالم. نحن نريد أن ننصت لكم، نريد أن نفهم ما الذي تفكرون فيه، ما هي مخاوفكم، ما الأسئلة الموجودة لديكم. نحن مستعدون دائما لهذا الحوار، ونحن مستعدون دائما لإرضاء النقاط التي تريدون إثارتها. هناك كثير من الأمور التي تدور في أوكرانيا حول أوكرانيا التي يجب أن يتم توضيحها، لأنه يساء تقديمها في الإعلام الغربي. هناك كثير من الإيضاحات التي يمكن إثباتها بالحقائق الحقيقية والحوار المباشر، لذا هذا أمر مهم للغاية. إحدى القصص المزيفة التي أود أن أذكرها هنا وهي مهمة لهذه المنطقة، وهي ما يطلق عليه أزمة الغذاء العالمية، ويتم إلقاء اللوم بشكل صريح وطوال الوقت على روسيا، وكأن أزمة الغذاء قد بدأت في اليوم الذي بدأنا فيه عملياتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
إذا أراد أحد أن يكون موضوعياً فيمكنه أن يقرأ الإحصائيات من برنامج الغذاء العالمي وكذلك منظمة الغذاء والزراعة والتي تشرحان الصعوبات في سوق الغذاء بدءاً من جائحة كوفيد-19 عندما حدثت مشكلات في سلاسل التوريد بسبب الجائحة وبعد ذلك بدأ الأمريكان والأوروبيين في طباعة تريليونات الأموال الدولارات واليوروات واستخدموا تلك الأموال لشراء الغذاء والدواء والسلع الأخرى وبالطبع الجفاف الذي حدث على مدار 4 سنوات في هذه المنطقة قد لعب دوراً كذلك في تفاقم أزمة الغذاء. بالطبع تفاقمت الأزمة كذلك بسبب الصراع الروسي الأوكراني، ولكنهم حاولوا أن يتظاهروا بأن العقوبات لا تغطي الغذاء والحبوب والسماد. وإذا نظرنا إلى قائمة العقوبات سنجد أن الغذاء موجود، وما لم يتم إعفائه هو إمكانية الروسيين من استخدام موانئ المتوسط وكذلك وصول السفن إلى الموانئ الروسية للحصول على الحبوب والسلع الغذائية الأخرى. ما لم يتم استثناؤه هو توفير النفط والحبوب، وما لم يتم إعفائه كان آليات الدفع والسداد، لأن كل ذلك كان مفروض عليه عقوبات. هذه الكذبة تتكرر طوال الوقت في وسائل الإعلام لكي يؤدي إلى الاتفاقية التي تم توقيعها في 22 يوليو في إسطنبول، والذي ألزم الأمين العام للأمم المتحدة والذي بدأ هذه العملية بأن يقنع الدول الغربية بأن تتخذ قرار لرفع كل تلك القيود التي فرضتها وأن توقف منع الحبوب الأوكرانية والروسية من الوصول إلى المشترين. وفي هذه العملية كان هناك كذلك قرار بشأن الحبوب الأوكرانية الموجودة في موانئ البحر الأسود على مدار أكثر من 2 شهرين. قواتنا البحرية بشكل يومي كانت تعلن أن هناك مسارات آمنة لهذه الحبوب لكي تتوجه عبر البحر الأسود إلى موانئ الدول الأخرى، شريطة أن تلك السفن الموجودة في الموانئ الأوكرانية، لأن هناك الكثير من الألغام التي تم زراعتها على شواطئ أوكرانيا لا تستطيع أن تغادر بسبب تلك الألغام وليس لسبب آخر. لذا قلنا أنه إذا قامت أوكرانيا برفع هذه الألغام وقامت بتطهير ممرات آمنة، فعندئذ المياه الدولية سوف تضمن نقل آمن لهذه السفن، وهذه السفن يمكن أن تبر عبر المضايق وبعد ذلك تتوجه إلى البحار والمحيطات. وتركيا اتفقت على أن تقوم بهذا، ولكن أوكرانيا كانت ترفض أن تقوم بهذه الجهود للتطهير من الألغام. ولقد تمكننا في إسطنبول من توقيع ورقة ثانية بأن أوكرانيا سوف ترفع هذه الألغام وسوف تسمح للسفن بالخروج إلى البحار والمحيطات بالتعاون مع روسيا وتركيا والآخرون الذين سوف يسيرون مع تلك القوافل من السفن. وإذا كانت السفن سوف تعود لالتقاط حبوب إضافية من الموانئ الأوكرانية، فتلك السفن سوف يتم تفتيشها فقط لكي نتأكد من أنها لا تحمل أي أسلحة بحيث لا يضر هذا الصراع المستمر. هذا مثال واحد فقط على الحقيقة وكيف يتم عرض الحقيقة بطريقة مشوهة لإرسال رسالة بأن كل شيء خاطئ في العالم الحديث هو بسبب روسيا.
والطريقة العدائية التي يتعامل بها الغرب مع هذه الطريقة من خلال العقوبات التي فرضها ومن خلال لغة الكراهية التي يستخدمونها تشير إلى خلاصة واحدة فقط. الأمر لا يدور حول أوكرانيا، الأمر يدور حول مستقبل النظام العالمي. الأصدقاء في الغرب توقفوا عن استخدام مصطلح القانون الدولي وأصبحوا يقولون الآن أن الجميع يجب أن يدعم نظام عالمي قائم على قواعد، وهذه القواعد مكتوبة بالاعتماد على الوضع الذي يريد أن يصيغه الغرب. ونحن في بداية تغييرات خطيرة في الترتيبات متعددة الأطراف، فالمزيد من الدول أصبحت تفكر في وسائل بديلة لخدمة تجارتها بدلاً من الاعتماد على الدولار. المزيد من الدول أصبحت الآن تنتقل إلى استخدام العملات المحلية في التجارة والتبادلات الاقتصادية الأخرى، وتستخدم سلاسل توريد لا تعتمد على سلوك الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. الأمر بالطبع سوف يتطلب وقتا طويلا، ولكننا في بداية عهد جديد والذي سوف يكون تحركا باتجاه تعدد الأطراف الحقيقي، وليس تعدد الأطراف الذي يحاول الغرب أن يفرضه على أساس الدور الاستثنائي للحضارة الغربية في العالم الحديث. العالم أثرى من مجرد الحضارة الغربية. الكثيرون منكم يمثلون الحضارات القديمة، وبالطبع تعرفون هذا الثراء في الحضارة العالمية. هذه الحركة غير قابلة للإيقاف، فهذا ضد حركة التاريخ أن تحاول إيقاف هذه التحركات وهذه التغييرات. هذا سيؤخر هذا الأمر بعض الوقت، ولكن في النهاية سوف يتم صياغة عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب. طب ودائما أقول للزملاء من الغرب عندما يثيرون مسألة الديمقراطية في تلك البلد وهذه البلد ويتحدثون عن سيادة القانون، أقترح عليهم بينما يتحدثون عن هذه المسألة أن يبدأوا في تطبيق معايير الديمقراطية على العلاقات الدولية. فميثاق الأمم المتحدة يقول أن الأمم المتحدة قائمة على الاحترام، احترام المساواة في السيادة بين الدول. إذا كان هذا هو الوضع، فإن الديمقراطية يجب أن يتم احترامها عندئذ في العلاقات الدولية. هناك دولة تؤمن بأنها قد فعلت بالصواب، دولة أخرى تقول لا أتفق معكم، ولكن دعوا الآخرين ينصتوا إلى بعضهم البعض، وكل شخص يتخذ قراره وكل دولة تتخذ قرارها. دعونا لا ندعم ممارسة دولة ما أو مجموعة من الدول، وأن هذه الطريقة التي يجب أن ندير بها العالم كله، أي نطلب من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ألا تلتقي بروسيا أو تلتقي بالصينيين أو حتى لا تلتقط صور مع أحدهم. أعتقد أن هذا ضد كرامة من يحاولون فعل هذا وفرض هذا على الدول. بذلك هم لا يحترمون أنفسهم ولا يحترم الآخرين ويريدونهم أن يفعلوا ما يملى عليهم. لا أعتقد أن أحد يمكن أن يقبل مثل هذه المعاملة. ومرة أخرى أنا أؤمن بأن هذه المعاملة ليست في صالح من يحاولون أن يمارسونها. قبل أن أختتم كلمتي أود أن أذكر مرة أخرى وأكرر تصميمنا على تعزيز الشراكة مع جامعة الدول العربية، وكذلك الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري منذ توقيعنا للمذكرة بشأن تعاون
فإن التجارة فيما بيننا قد زادت لكي تصل تقريباً إلى 20 مليار دولار، وربما في المرة القادمة سوف نذكر عملة أخرى وليس دولار، وبالطبع هذا الرقم ليس رقماً مبهراً، فهناك دول تتاجر مع المنطقة بأرقام أكبر، ولكن على الأقل هذا الرقم يثبت أننا على المسار الصحيح. التزايد المستمر في أنشطتنا الاستثمارية والتجارية مؤشراً على أننا نضع الأساس لتعاوننا بشكل سليم، وهذا التعاون يشمل كذلك المسائل الإقليمية والدولية، فنحن نتعاون بشأن القضية الفلسطينية، هذه القضية التي أصبحت في وضع سيء للغاية بسبب عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إحياء أعمال اللجنة الرباعية والعمل مع ممثلين جامعة الدول العربية. نحن دائماً ما نناقش قضايا ليبيا وسوريا بالإضافة إلى القضايا الأخرى في المنطقة، لأن هذه كلها من مسؤولية جامعة الدول العربية، ونحن نقدر الاهتمام المستمر الذي تظهره الجامعة position the view of the Russian Federation. لمعرفة وجهة نظر روسيا، وبالنسبة لنا فإن نصيحة التي تقدمها لنا الجامعة تكون ذات قيمة. أنا أعرف أنه لن يكون هناك أسئلة as you please. كما ترغبون. السيدات والسادة، أود أن أشكركم على حسن الاستماع. يجب أن تثقوا في الأمين العام للجامعة في أنه سوف يستمر في إرسال الرسائل السليمة لروسيا. شكراً. باسم المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية، أشكر معالي الوزير سيرجي لافروف على بيانه الشامل، وأشكركم جميعاً، وأعلن انتهاء الجلسة، كما أطلب من السادة المندوبين الدائمين التوجه إلى برهة القاعة للسلام على معالي الوزير. شكراً.